الكفر اللي وصلنا للعشرة وثلاثة وخمسين دقيقة. مرحبا بالجميع، كذلك نعاود نرحب بك مدام جنات بن عبد الله. مرحبا، أهلا بكم، مرحبا. شكرا ليك. محمد تفضل لك الكلمة. تحية ليك مدام جنات. نعرف المدة الأخيرة فما صار شح في المياه، الحقيقة معناها عديد التخوفات من حتى من العباد، يقول لك شنو ينتظر فينا. وكنت انت هبطت تدوينة مؤخرا تقول كيما صار في المياه يحتمل يصير معناها مجاعة في تونس. تقول اليوم جراء اعتماد سياسة التقشف والتخلي عن القطاعات المنتجة، لربما تلتجأ الحكومة إلى اعتماد نظام الحصص في الغذاء بعد اعتماده مؤخرا في الماء. كيفاش يصير هذا مدام؟ نعم، هذا يخلينا على الأقل التونسي يولي يصدق ما يقوله يعني عديد الخبراء بخصوص غياب السياسات القطاعية، غياب الدولة اليوم. مش معناتها تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، هذا اللي يمثلوا سياسة التقشف. مش معناتها يعني الدولة ما عادش تقف إلى جانب الفلاح، ما تدعموش، ما تحاولش تعمل تحفيزات، ما تحاولش تعمل يعني سياسات وتوجه البنوك باش تمول القطاع. مش معناتها الدولة تقف إلى جانب الصناعي، تقف إلى جانب الصناعي كيف كيف من خلال السياسة المالية والسياسة البنكية والسياسة الغذائية، كيف كيف تقف إلى جانب قطاع الخدمات. أكريتو يعني وقت جات جائحة كورونا وقالوا عندنا برامج يعني للحفاظ وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للساعة هذه. العباد اليوم يعني عديد رجال الأعمال في الحبوسات بسبب يعني شيكات بدون رصيد، وبسبب تخلي الدولة يعني ما قالوا شنو ما عندكش فلوس. أنت دولة ما عندكش فلوس، لربما ما عندكش فلوس، أما أنت تعمل القوانين، أنت تعمل الإجراءات وتاخذ القرارات. يا أخي أنت يا دولة كيف تجي للبنوك العمومية تقول لهم أنا اليوم نحبكم تقفوا إلى جانب القطاع الفلاحي وتعمل جزء من القروضات اللي تعطي فيها تعطيها يعني للفلاح. البنك مش تقول لا، تجب ترفض المصلحة العليا للبنوك. نحكي على البنوك العمومية أنا. اهو ما عندكش فلوس ولكن تاخذ اجراءات ما عندهاش انعكاسات ماليه على ميزانيه الدوله. لكن مدام معناها نحب نقدم معاك، معناها باش المواطن يفهم، خلينا نحكيو معناها بلغه سهله برشا. معناها المواطن ينجم يجي نهار يقولوا مثلا كيما الماء، مثلا سايبوا لكم الماء من 10 للأربعة، ينجم يصير الغذاء زاد كالعاده. معناها فما نقص صحيح، هو توا في برشا عديد من المدعمه. محمد سيد الكريم، انا نعطيك ارقام اليوم. هذا ما ينتظر التونسي اليوم. احنا حاجيتنا من الحبوب سيد الكريم سنويا ما بين 30 و 32 مليون قنطار من الحبوب. مش معناتها الحبوب يعني قمح الليل وقمح الصلب والشعير اساسا. فهمت؟ اليوم الموسم نتاعنا قداش انتاجنا محمد؟ اكيد الرقم عندكم 2 مليون قنطار. انتاجنا كان معدل الانتاج فيما بين 17 و 20 مليون قنطار. احنا اكثر يعني انتاجنا ما يغطيناش، رقم ضئيل جدا يعني هكا ولا لا. احنا نورد ما قيمته 70% بالنسبه للقمح اللين مش القمح الصلب. القمح الصلب يعني عندنا يعني نغطيو 80 90% من حاجياتنا. اليوم الانتاج نتاعنا 2 مليون قنطار. 2 مليون قنطار مليون ونص منهم ماشيين للبذور تجديد يعني مش تواجه الموسم القادم، وجزء زاد من البذور باش نوردوه. علاش وصلنا للدرجه هذه يا محمد؟ علاش نحبوا نعرف علاش شنو هو المشكل معناها في الوزارات الموجوده في الحكومه، في الشعب، في السياسه ككل، ولا جراء السياسه العالميه، الحرب الروسيه الاوكرانيه. غياب السياسه. انت تحسكم ثم وزاره سلاح اليوم كي تمشي الان سافاري، هي ولا جون جوري الان سافاري يعني عباره على امبراطوريه وحدها، البنيه يعني المقر بتاع وزاره السلاح الكبر اللي فيها والمساحه اللي عندها، تقول يعني هذه اليوم تونس كلها
ترتكز على قطاع الفلاح بينما تمخز الجبل. نعم ماك تعرف. معليش علاش هذا بعد شنو الحل اللي تراه انت كمتابعه للشان الاقتصادي كل شنو هو الحل شنو هو يعني اليوم حاله الجفاف ما جاتش يعني فجاه. الحرب الروسيه الاوكرانيه كيف كيف، التغيرات المناخيه ما هيش جديده ولا معطى جديد. محمد ربما تقول لي انت المعطى نتاع الحرب الروسيه الاوكرانيه خليها على الشيره. عندنا من الدراسات اللي تعملت من تسعينات القرن الماضي ودراسات استشرافية وتقول ويتم اعتماد سياسات استراتيجية، يا ربي يا عفو، يتم اعتماد استراتيجيات في المجال هذاك، ولكن شيئا من هذا لا ينفذ. لماذا لا تنفذ وزارة الفلاحة الدراسات وتطبق الاستراتيجيات؟ علاش وصلنا لدرجة كونه اليوم ولينا ننتج 2 ملايين قنطار من الحبوب؟ بي مدام جنات نسألوا رواحنا اليوم علاش؟ أكيد علاش وكيفاش شنرجعوا له بعد الفاصل بعد الفاصل الإعلاني، فاصل ونواصل. عدل وقتك على كاب اف ام توا لحديش تبع راديو كاب اف ام مستغرة ربينا اختي واختي وا. خلينا نقدموا ونحقوا احلامنا ونجنحوا، مالا فيش تستنى عيد سنة باش تجنح مع مانويلا شوسور الخامة والفينة سبور وسبور شيك ليك وللعزيز عليك، برشا دلال وبرشا ربح يستنى فيك مع مانويلا شوسور، أحذية عالية الجودة pour toutes les catégories hommes, femmes et enfants، موجودة في عديد الفروع. ولأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك وكونت انستغرام مانويلا شوسور وعدي كوموند توس لكوين ما كنت حتى الباب الدار. كل عيد وانت بخير وتفرح الغير. كد ما تمشي وتدور ما تلقاش بنت لبحور، كل بحور وما معمية بلا بنا وبلا هي، شاب تقول موجة البحرية ولو جودة عالمية، كل بحور ويا ما بانيو سيدي بابا زيدني منو، سيدي بابا زيدني منو، كل بحور يا ما بانيو. إيكو كاب رجعنا لكم من جديد، رجعنا معك مدام جنات بن عبد الله للحوار، مرحبا بك من جديد. مرحبا بك، شكرا لك. اذا انا حبيت الخص معناها على الحلول في الفتره القادمه، معناها في ظل غياب موافقه صندوق النقد الدولي عن القرض، وين ماشيين نادي باريس او تونس قادره انها تعمل شراكات مع دول اخرى كما يحكيوا توا على الصين وروسيا، أما هناك معنا تخوفات كما صرحت رئيس الوزراء الإيطالية تقول تخوفات من انهيار الاقتصاد التونسي من 6 إلى 9 أشهر. شنو قراءتك للمشهد مدام جنات؟ تفضلي. نكمل يعني جملة واحدة بالنسبة للموضوع. تفضلي. نعم يعني بالنسبة للحبوب اليوم يعني التونسي باش تولي حاجياته من الحبوب باش نورده يعني الموسم يعني تو 100% من حاجياتنا محمد. وانت ما عندكش عملة صعبة، كيفاش تورد 100% وما عندكش عملة صعبة وما عندك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ كيفاش تكون الأسعار العالمية وبعد عندك انت العملة الصعبة باش تشري بها ولا لا؟ شو مش يقع توريد كميات أقل من حاجيات يعني السوق التونسية؟ كي تجيب انت توريد يعني عندك عرض اقل من الطلب، شو مش يقع؟ مش نمشيو لي سياسة الحصص والترفيع في الاسعار؟ اذا هذا ما ينتظر التوانسة حتى ولو اخذينا القرض نتاع صندوق النقد الدولي، لانه القرض نتاع صندوق النقد الدولي وين ماشي؟ ماشي باش نوردوا به وباش نسددوا القروض السابقة. لأنه ما عندناش موارد من العملة الصعبة، وبالتالي اليوم التعويل على القرض
هو يعني نقطة مهمة مدام جنات أشرت لها، تقلت أني القرض باش نخلصوا به الديون، إذا كان ما جاش القرض وعندنا ديون جاية معناها برشا ديون يحكيوا عليها، كيفاش باش نخلصوها إذا كان ما جاتش فلوس من صندوق النقد الدولي؟ ما جاتش فلوس هما باش يفوتوا لك في المؤسسات العمومية. يعني اسمعني، راهي سيناريوهات حاضرة، كل شيء حاضر، هو وقع ابتزاز الشعب التونسي. ريت شعمل صندوق النقد الدولي قاعد يعني مانيش واش نعطيك، وبرا كمل الساعة الإصلاحات باش تتمثل. يعني اليوم هي هما كملوا كل الإصلاحات، يعني دمروه الشعب التونسي. فضلت ملف المؤسسة العمومية، اتحاد الشغل كان يتكلم الخط أحمر وخط أحمر وما سمع له حتى حد. اللقاء اللي جمعناها قلت البارح نهار الأربعاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير السعيد في واشنطن مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في واشنطن، ما وطمنها اللقاء هذاك سيد الكريم اللي ما عندناش الحقيقة بتاع المضمون بتاعه. طمنها باش كان القانون المتعلق بخصخصة والتوفيق المؤسسة العمومية يعني حذر، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية هو ويأخذ الملف بتاع وكالة تصرف الدين العمومي اللي هو يشرف على تسيير المحفظة بتاع الدين العمومي بتاع تونس، والدين العمومي هذاك باش يقع تخطيطه بالتوفيق المؤسسات العمومية. وهيك علاش جهاد أزعور يوم يعني 12 نهار الخميس من غدوة اش قال؟ قال احنا راهو ما ثم حتى مشكلة مع تونس، ما عندناش إملاءات مع تونس، والملف التونسي سيعرض على مجلس الإدارة بتاع صندوق النقد الدولي. تبعوا تصريحات كيفاش قاعدة تتلون وقاعدة تتغير بتقدم يعني التنازلات اللي تقدمها الحكومة. وظن آخر نقطة محمد نظرا للوقت قبل ما نفاو، ما حبيت أن نشير لها اللي ممكن فكرة بنيوها العديد، تقول أنه عاش بيه نفوتوا في المؤسسة العمومية كما وكالة التبغ والوقيد، كما معناها شركة الطيران، كما برشا مؤسسات، خلي معناها ديما الخواص نعرفوا يخدموا اكثر ويكونوا حريصين، لانه فما في غير. انا باش نسالك يا محمد، يعني والله انا باش نسال كل تونسي اللي يخدم في مؤسسه خاصه، انا احترم رجال الاعمال واحترم المؤسسات الخاصه، مش معناتها راهو المؤسسات العموميه يعني من يعني نفتخر بالمؤسسات العموميه، ولكن كيف تولي تخدم في قطاع مثل يعني قطاع الكهرباء وقطاع يعني ثم قطاعات استراتيجية والطاقة استراتيجية للدولة، يعني الدولة لازمها هي تمثل المصلحة العليا، لأنه الخواص هو الهدف متاعه الربحية، وهذا مشروع اليوم. وش راهو الناس اللي تسير في القطاع الخاص أفضل؟ راهو عندنا من الكفاءات القادرة والأكثر على تسيير المؤسسات الخاصة، ولكن هي سياسة ممنهجة لشيطانة يعني الناس الموجودين فيها ولإضعافها وإرباكها وتفليسها المؤسسات. تقول لي أنت وكالة التبغ والوقيد، سيد الكريم كالة التبغ والوقيد اللي هي كهي تمثل ميزاب بتاع فلوس بالنسبة لخزينة الدولة، علاش تفرط فيها؟ ريت كي فرطنا في تونسي تيليكوم، علاش تعطيها لاجنبي باش هو الارباح اللي حقق، علاش الارباح اللي يتم تحقيقها ما تقعدش في البلاد ويقع ضخه في الاقتصاد التونسي؟ علاش الارباح هذيك بتاع اوريدو واورانج يخرجوا لبرا بالعمله الصعبه وتكون وقت عمليه نهب؟ قال شنو الخواص؟ علاش يكون ناس ويكون مش ناس؟ واضح. مدام جنات نستسمحك نظرا لضيق الوقت، نخلي لك كلمة الختام. اليوم ثم مغالطات كبيرة وثم تلاعب بالرأي العام التونسي لتوجيهه في ركن معين يتمثل في كونه صندوق النقد الدولي، يمثل بالحق يعني يخليه ويخمر كونه صندوق النقد الدولي سيمنع يعني الاقتصاد التونسي، ما هوش صحيح، لأنه كلما اقترضنا من صندوق النقد الدولي كلما ازددنا فقرا
وزدنا يعني تدميرا لقطاعاتنا، لأن القروضات هذيك باش ترجعها بنسب في فوائد يعني عالية وما هيش ماشية في الاستثمار. واليوم التلاعب ناس تقول كونه احنا نعولوا على ذاتنا. تعول على ذاتك وانت ما عندكش مشروع وطني، تعول على ذاتك وانت خزينة الدولة ما تعرفش كيفاش تعمل تملاها، تعول على ذاتك وانت الاحتياطي من العملة صعبة متاعك ما يشكل حتى شيء بواردك الذاتية فيه، كلها مليانة بقروض غير مستخدمة وهبات غير مستخدمة. نهار اللي يخرج محافظ البنك المركزي ويصارح الشعب التونسي ويخرج على المغالطات نتاعو ويقول العجز نتاع الميزان التجاري نتاعنا اليوم راهو 8.5 مليار دينار للتسع شهور الاولى مش 3.8%، نهار اللي يعني يصارحوا التوانسه ويخرجوا الحقيقه ونسترجعوا على الاقل القرار نتاعنا نجم نعتمدوا على ذاتنا. اما تعتمد على ذاتك وانت قرارك ما هوش بيدك لا معنى لذلك. واضح اليوم قادرين باش نعولوا على ذاتنا، معطيني عقل استراتيجي عنده مشروع بالحق اقتصادي وعنده مشروع مجتمعي نابع من تطلعات هذا الشعب، مش يعني انت تمشي يعني ناس يجيبوا لك برامج جاهزه بس تتبناها وتقول راهي ما هيش املاءات، وتقول بعد انا راني ضد الاملاءات بينما حكومتك مشات ببرنامج املاءات ضيعتونا وضيعتوا الراي العام التونسي. واليوم حان الوقت لانه بالحق تونس مهدده ما نقولش بالانهيار اما بصعوبات جمة، وان شاء الله ما نوصلوش اما هما قاعدين يحددوا تونس باش هي توصل الى مرحله عدم سداد ديونها، لانه المشروع بتاع تفويت المؤسسات العموميه راهو جاهز واكتمل بلقاء وزير الاقتصاد في واشنطن مع رئيس البنك الاوروبي لإعادة الأعمار. اكيد باش نرجع لك في وقت اخر من الحصه الاسبوع القادم. مشكوره جدا السيده جنات بن عبد الله الخبيره في الشان الاقتصادي محمد ضجيج كبير حول صندوق النقد الدولي وهذا التمويل. خلينا نرجع شويه لرئاسه الجمهوريه اللي اكدت بتمسكها بالشعب التونسي بسيادته الكامله، كما زاد شددت على انه البلاد كبيره باراده شعبها وهي تعجب الموارد، ولكن العبث بهذه الخيارات وسوء الاختيارات اللي تمت سابقا هو اللي أدى بها إلى هذا الوضع. أكيد القراءات تختلف والتأويلات كذلك تختلف. ممكن المصارحة هذا اللي يطالب به جل تقريبا الخبراء الاقتصاديين. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار.